حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. مواطنون من عدن يقولون لموقع عدن الغد: نقاط فضالة تحذر الباصات من نقلنا. المشاهد نت: الحوثيون يستدعون مفتي الديار اليمنية العمراني إلى المحكمة. العربي الجديد: محاكم يمنية تجمع المرضى وأطبائهم. القدس: فيلم يتسبب بمواجهات بين مواطنين هنود. أهلا بكم. في البداية، كان الفرز ومنع السفر يتم على أبناء محافظات شمالية متجهين إلى عدن، لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك، فهناك إجراءات جديدة للقوات غير النظامية، حيث قال مواطنون جنوبيون لصحيفة عدن الغد إنه تم منعهم من دخول مدينة عدن مؤخرا بناء على توجيهات أصدرتها نقاط تابعة للمقاومة من منطقة الضالع جنوب اليمن. وقال عدد من المواطنين الجنوبيين الذين يقيمون في العاصمة اليمنية صنعاء لصحيفة عدن الغد إنهم باتوا عاجزين عن العودة إلى عدن بسبب توجيهات أصدرتها نقاط أمنية بالضالع لشركات نقل ركاب في صنعاء تقضي بمنع نقل أي شخص تظهر بطاقته أو تظهر بطاقته أنه من مواليد محافظات شمالية. وقال أحمد مبارك بشير، وهو أحد أبرز النشطاء الحضارم للصحيفة، إنه لا يزال في صنعاء ولا يملك قدرة للعودة إلى عدن، موضحا أنه ذهب إلى شركات النقل حيث تبين أن بطاقته مدون فيها أنه من مواليد الحديدة. تضيف عدن الغد: امتنعت شركات النقل عن السماح له بالسفر عبر حافلاتها إلى عدن، وبسبب أن بشير دون في بطاقته أنه من مواليد الحديدة لم يعد قادرا على العودة إلى عدن. وقال بشير إنه يستغرب منعه من العودة إلى عدن وهو من أبناء عدن وأحد أبرز الاستشارين فيها. أهم الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المدن وردت في عنوان صحيفة أخبار اليوم أبرزها: وزير الداخلية يقول السعون لإحداث بلبلة في المناطق المحررة يخدمون المشروع الإيراني، وبندار يؤكد أن مجلس الأمن سيناقش عمليات منع دخول المواطنين الشماليين إلى محافظات الجنوب، وعنوان الجيش يسيطر على الهامل غرب تعز ومقتل قائد الحوثيين في جبهة عصيفرة. ومن البيضاء: القوات الحكومية تستعيد جبل المركوزة للمرة الثانية شرق المحافظة، وعنوان غانا ترفض ترحيل معتقلين يمنيين سابقين في غوانتنامو بعد منحهم اللجوء. يدفع الصحفيون حياتهم ثمنا لنقل الصورة إلى العالم، وأينما كانوا يتم استهدافهم لينضموا إلى رحلة طويلة من ضحايا الحقيقة. وفي ربط بين ضحايا نقل الصورة في اليمن وفي سوريا، يكتب الناشط السوري عمر زريق مقاله المنشور في موقع بلقيس، والذي عنوانه ب: أخوكم الذي مات فداء لله والوطن ولكم. ويضيف في جزء من المقال: أكتب بعد يومين من استشهاد مصور قناة بلقيس الفضائية في مدينة تعز اليمنية الشاب محمد القدسي، ما رأيته في أعين زملائنا في القناة من صدمة وحزن جعلني أستعيد ذكريات مضى عليها سنين. فنحن اليوم بعد سنوات أمام أسماء وأعداد هائلة من شهداء الكرامة والحقيقة، منهم المدنيون والعسكريون والصحفيون وغيرهم الكثير، لا نعرف متى سينهض الرجل الذي سيصرخ كفاكم عبثا، كفاكم ظلما وإجراما، أنتم في المكان الخاطئ. فصنعاء ودمشق وبغداد والقاهرة لسنة لأبيب ولا طهران. رحل محمد القدسي وقبله الصحفيان الشهيد عبد الله قابل والعيزري ومعهم العشرات. لم يكن الموت الخيار الوحيد الذي تمارسه الميليشيا، فهناك الخطف والتعذيب. محاولات عدة طالت مجموعة من الصحفيين، منهم أنيس العلواني وفواز الحمادي وخليل الطويل ومحمد اليزيدي. نعم، إنهم المجرمون أنفسهم، ميليشيات الموت في كل مكان متشابهة، تعبثوا في الأرض فسادا، دستورها الدم وعقيدتها العبودية. ثمن الحقيقة يدفعها البسطاء دوما، ففي سوريا تجاوز عدد ضحايا الإعلاميين منذ آذار 2011 وحتى الآن أكثر من 462 شهيدا. وكأن مشهد رحيل محمد القدسي الذي حصل بالأمس كان هو ذات الخبر الذي تلقيناه من استشهاد الشاب عبد العزيز راغب الشيخ البالغ من العمر 22 عاما، الذي استشهد في 26 من أيلول من العام 2012.
تلقينا خبر استشهاده بمشاعر مختلطة من الصدمة والحيرة والغضب. لم تذرف دموعنا فقد جفت مآقينا، هتفنا حينها بالصرخة الأولى حرية. لقد أدركوا ما كان ينتظرهم حين كتب عبد العزيز قبل استشهاده في وصيته: أخوكم الذي مات فداء لله والوطن ولكم. تدفع حكومة الحوثيين باتجاه إنشاء شركة خاصة لبيع خدمات الدولة لشركات استثمارية يتم إنشاؤها من أجل القيام بالمهام الخدمية التي يفترض أن تقدمها الحكومة للمواطنين، حسب ما نقل مراسل يمن مونيتور عن مسؤولين محليين في حكومة الميليشيا. يقوم المقترح على قيام الحكومة الحوثية ببيع معظم أدوارها ووظائفها للقطاع الخاص، ويمكن لرجل الأعمال احتكار الخدمة لصالحه والتي تشمل الطاقة والنفط والغاز والاتصالات والبناء والثروة السمكية والقمح والمطاحن. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعد الأخطر على البلاد منذ اجتياح جماعة الحوثي للعاصمة صنعاء، لأنها تسلم رقاب المواطنين إلى جشع التجار وهيمنتهم. في ذات السياق، أعلن رئيس وزراء الحوثيين عبد العزيز بن حبتور خلال اجتماع برؤوس الأموال وكبار التجار تأسيسه شركة مساهمة للاستثمارات الاستراتيجية، وهي مشاريع تسحب البساط من الوزارات والمؤسسات الحكومية. تسبب تزايد عمليات نهب كابلات الاتصالات الأرضية وبطاريات تقوية شركات الهاتف المحمول في انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في أغلب أحياء مدينة تعز. وقال سكان محليون للمصدر أونلاين إن عصابات مسلحة نفذت خلال أقل من أسبوع عمليات نهب لكابلات الاتصالات، كما نهبوا بطاريات كهربائية خاصة بتقوية بث شركة الاتصالات يمن موبايل. وذكرت مصادر أمنية أن العصابات نهبت قبل يومين كابينة الاتصالات، وقطعوا مساء الاثنين الماضي كابلات الاتصالات، ونهبوا كابل ألياف ضوئية فيبر وهو المغذي لمحطة يمن موبايل. وأضافت أن العصابات نهبت 24 بطارية كهربائية تابعة للشركة نهاية الأسبوع الماضي في منطقة المسبح وسط المدينة، وتقدر قيمتها ب 30 مليون ريال. وتابع الموقع: قبل 3 أيام نزلت حملة أمنية لمعاينة موقع نهب البطاريات، لكنها لم تتحرك لضبط تلك العصابات المعروفة، كما فشل مندوب من الشركة في استعادة البطاريات منهم بشكل ودي. يضيف الموقع: بخصوص كيفية بيع البطاريات بعد إحراقها واستخراج النحاس منها، تزايدت عدد محلات بيع وشراء الخردة والنحاس في مدينة تعز منذ بداية الحرب، ويتم حراسة المحلات من قبل عصابات مسلحة، ولم تقم الأجهزة الأمنية بإغلاقها وضبط العصابات. ذرائع تآمرهم على أحلامنا. تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور مضيفا: صراعنا اليوم بين إرادتين، إرادة الدولة الضامنة للمواطنة والحريات والعدالة، دولة النظام والقانون لضبط إيقاع الحياة والعلاقات. الفرد مجرد دور منضبط بالقيم والمبادئ الراسخة الكابحة للنزوات والأنانية والاستبداد السياسي والديني بكل صوره الطائفي والمناطقي. تجاوز النظام جريمة يحاسب عليها القانون، وإرادة لا دولة تعاتها غلبتهم الظروف، فصغروا وصغرت إرادتهم وتبدلت قناعاتهم من مشروع وطني كبير لمشاريع صغيرة. حينما أنجزنا مخرجات الحوار التي ترسم مسار تنفيذ أحلامنا وكنا قاب قوسين أو أدنى من النجاح، قضت علينا القوى التقليدية المستبدة والمهيمنة ولوب الفساد بتحالفهم الشيطاني، ولا زالت حربنا معهم مستمرة. بدأت الحياة تتطبع ومؤسسات الدولة تتشكل وأعمدة الدولة تستقيم، والموازنة تعد لضبط إيقاع الاقتصاد والإيرادات والرواتب في المناطق المحررة لتوقف انهيار العملة والبلد ونزيف المال العام لجيوب اللصوص والناهبين والفاسدين، لتصب هذه الإيرادات في البنك المركزي لتضخ كرواتب وموازنات تشغيل مؤسسات الدولة وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة والقضاء والنيابة، ليبدأ الحساب والعقاب وتتضح الحقائق لتغلب الإشاعات ونحاسب كبيرهم قبل الصغير. جن جنونهم وبدأ السيناريو الذراع واختفاء الأسباب، وبدأت العرائس تتحرك ليبقى وطنا فاشلا يسهل انقياده وانتهاك سيادته في مؤامرة أدواتها تدعي الوطنية وتبرر استباحة وانتهاك السيادة والتنكر للهوية. ليبقى الحال على ما هو عليه للحفاظ على مصالحهم منتفعين، ولا زال الصراع قائما، وسننتصر لإرادتنا وسنحقق أحلامنا وطموحاتنا. آخر ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء وفقا لموقع المشاهد نت:
الحوثيون يستدعون مفتي الديار اليمنية إلى محكمة الأموال العامة بصنعاء. وقال الموقع استدعت نيابة الضرائب والواجبات الخاضعة لسيطرة الحوثيين القاضي محمد بن إسماعيل العمراني مفتي الديار اليمنية للمثول أمام محكمة الأموال العامة بتهمة التهرب من سداد الزكاة. يضيف الموقع أمهلت نيابة الضرائب والواجبات القاضي العمراني شهرا واحدا من تاريخ الإعلان الذي نشرته في الجريدة الرسمية، ما لم فسيتم اعتباره فارا من وجه العدالة. يعلق الموقع يهدف الحوثيون من وراء الإعلان الإساءة للقاضي العمراني وإظهاره بمظهر المخالف للشرع واختيار تهمة التهرب من الزكاة لإسقاط احترام المفتي لدى المجتمع، تمهيدا لإزاحته نهائيا من المشهد الديني لصالح مفتيهم الموالي لإيران. يتابع المشاهد نت، منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء دأبوا على بث شائعات موته وأقدموا على الاستيلاء على مكتبته الضخمة في صنعاء لينتهي بهم المطاف بإقالته من منصبه مفتيا للجمهورية وتعيين أحد الموالين لهم المدعومين من إيران بدلا عنه. وبعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. قال مراسل قناة بلقيس إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مواقع جديدة في عدد من الجبهات. الجيش الوطني يحرر عدة مواقع جديدة هنا في سلسلة جبال حام وفي مناطق مختلفة من محافظة الجوف. أهلا بكم من جديد. اجتماع رباعي في باريس بحثا عن حل سلمي في اليمن، عنوان لصحيفة الحياة والذي قالت فيه إن وزراء خارجية بريطانيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اجتمعوا في باريس للبحث عن حل سياسي لتسوية النزاع في اليمن. وأوضح مسؤول بارز في وزارة الخارجية البريطانية أن اللقاء تطرق إلى دعم التدابير المتخذة في الأسابيع الأخيرة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. من جهة أخرى وفي مقابلة أجراها مع قناة روسيا اليوم، أكد المخلافي أن البرلمان اليمني سيلتئم قريبا، مؤكدا أن الشرعية ممثلة بالرئيس عبد رب منصور هادي تعزز مواقعها في عموم اليمن، مشددا على أن السلام خيار أساسي والحرب فرضتها مجموعة استولت على السلطة. تقول العربي الجديد: تتكرر الأخطاء الطبية في مستشفيات اليمن، لكن المواطنين غير قادرين على تحصيل حقوقهم إما لجهلهم أو لتغييب ملفاتهم. شرف المخلافي وجد نفسه مجبرا على اللجوء إلى القضاء بعدما تسبب خطأ طبي في إعاقة لطفلته البالغة من العمر 10 سنوات في أحد مستشفيات صنعاء. يقول للعربي الجديد: نقلت ابنتي إلى مستشفى خاص في صنعاء بصورة عاجلة بعدما زادت السوائل في الرئة ليجري إخضاعها لعملية جراحية أدت إلى تلف خلايا الدماغ وتسبب في إعاقتها. يشير إلى أن الأطباء حقنوا ابنته بكمية زائدة من مادة التخدير ما تسبب بإعاقتها حركيا وذهنيا. يضيف للعرب الجديد: رفعت قضية على المستشفى لكن لم أحصل على نتيجة ولم يحال المتسبب إلى المحاكمة، وضاعت القضية في دهاليز المجلس الطبي الأعلى والمحاكم فيما حالة ابنتي في تدهور. لائحة الأطباء أو الأخطاء الطبية داخل المستشفيات الحكومية والخاصة في اليمن طويلة، تختلف رواياتها وتتعدد أسبابها بين خطأ طبي أو تهاون في المهمة من قبل الأطباء والممرضين. قد يدخل المريض إلى مستشفى حكومي أو خاص فلا يخرج إلا جثة هامدة أو مصابا بعاهة تلازمه طوال حياته. هل المجتمع السوي المثالي هو المجتمع المستقر الذي لا تحدث فيه ثورات أو اضطرابات داخلية؟ ستوصلك أي دراسة متأنية لتاريخ المجتمعات البشرية إلى أن الإجابة
هي لا؟ هكذا يتساءل الكاتب المصري المعروف بلال فضل في مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، مضيفا في جزء من المقال. يستنتج المفكر الأمريكي كريم برينتون في كتابه دراسة تحليلية للثورات الذي درس فيه أربعا من كبريات الثورات في التاريخ الحديث، الأمريكية والإنجليزية والفرنسية والروسية، مستنتجا أن الثورات ترتبط في الأساس بصعود الآمال والأحلام أكثر من ارتباطها باليأس أو الخراب الشامل كما يعتقد البعض، وأن ما تظنه بعض الحكومات تأخيرا للثورة بتحقيق حالة من الرواج أو النمو الاقتصادي وهم كبير. فالثورات الأربع الكبرى لم تحدث في مجتمعات متخلفة اقتصاديا أو تعاني بؤسا شاملا رغم وجود مشكلات خطيرة فيها. يشير برينتون إلى فشل محاولات إثبات أن الذين صنعوا الثورة الفرنسية كانوا يعانون حرمانا اقتصاديا خطيرا. كذلك كان الحال في السنوات التي سبقت الثورة الأمريكية التي كانت فيها ضغوط اقتصادية وأزمات، لكنها لم تصل إلى حد الدمار الشامل. ولا يختلف الوضع كثيرا في إنجلترا وكذلك في روسيا التي كانت القدرة الإنتاجية للمجتمع فيها قبل الثورة أكبر من أي فترة أخرى من التاريخ الروسي، ما يعني أن تلك الثورات لم تولد في مجتمعات ضعيفة أو منهارة، بل في مجتمعات مأزومة كانت فيها جماعات تعاني صنوفا من الضيم الاقتصادي. ومع ذلك فقد رغب الكثيرون من أبناء المجتمع في التغيير ليصبح مجتمعهم أفضل حتى لو لم يعانوا شخصيا من ذلك الضيم. عندما يحدث ذلك كله وتسود في المجتمع آمال ومخاوف تنتشر كعاطفة عامة في المجتمع كأنها أشبه بالملكية العامة عندها، نعتبر كل ذلك علامة نهائية من علامات الثورة. ومع ذلك كله كان الناس في تلك البلاد لا يتوقعون الثورة أبدا في زمانهم وإنما في زمن أولادهم، وكانت الثورة الفعلية دائما تجيء مفاجأة حتى في روسيا التي ظلت الثورة فيها متوقعة لفترة طويلة. إذا نطالع في صحيفة الجارديان تقريرا لإيما جراهام هاريسون بعنوان تونس الثكلى تنتظر العدالة لمن فقدوهم خلال ثورة الربيع العربي. وقالت كاتبة التقرير إن أكثر من 400 شخص قتلوا خلال ثورة الربيع العربي، إلا أن الوعود بوضع نصب تذكاري لهم لم تتحقق بعد مرور 7 سنوات على الثورة. وأردفت أنه بعد مرور 7 سنوات على ثورة الربيع العربي في البلاد فإن أقرباء مئات الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا خلال النضال من أجل الديمقراطية ما يزالون ينتظرون العدالة والتقدير. تابعت بالقول إن الحكومة التونسية لم تنشر قائمة بال 300 تونسي الذين قتلوا أو أصيبوا، مضيفة أنه ليس هناك أي نصب تذكاري يمثل الشباب التونسي الذي ضحى بحياته من أجل بلاده. قام متظاهرون بتدمير وتخريب مراكز تجارية كما أوردت صحيفة القدس العربي، وأضرموا النار في سيارات بأحمد أباد غرب الهند في محاولة لمنع عرض فيلم من إنتاج بوليود. مجموعات هندوسية راديكالية تعارض منذ أشهر بقوة فيلم بادما فات حول ملكة هندوسية أسطورية عاشت مطلع القرن 15 في جدل يعكس التوتر السياسي الديني الذي تشهده الهند في الوقت الحالي. ويتهم المعارضون الذين لم يشاهدوا الفيلم يتهمون المخرج بالإشارة إلى علاقة حب بين هذه الملكة من الراجبوت مع الغازي المسلم علاء الدين الخلجي الذي استولى على قلعة شترغار عام 1303، إلا أن مخرج الفيلم نفى إشارته إلى ذلك في فيلمه. وفي أحمد أباد في ولاية جوجرات معقل رئيس الوزراء ناريندرا مودي أخذ الاحتجاج منحا عنيفا وهاجم مئات الأشخاص متاجر وأحرقوا حوالي 50 دراجة نارية وألحقوا أضرارا بأكثر من 150 سيارة عبر المدينة. وأمام هذه الاضطرابات أرادت ولايات عدة يحكمها القوميون الهندوس من الحزب الحاكم منع عرض الفيلم لحماية النظام العام، إلا أن المحكمة العليا رفضت ذلك معتبرة أن القرار يحد من الحرية الفنية. ثقافة الديمقراطية وأدبياتها منذ أول تجربة عاشها اليونانيون القدماء غالبا ما تتعرض لاختزالات وتسطيح إعلامي يوشك أن يكون إعلانيا. هكذا بدأ خيري منصور مقاله في صحيفة الخليج، مضيفا في جزء من المقال. إذا
إذا كان هناك في فرنسا من قال بعد ثورة 1789 كم من الجرائم ارتكبت باسمك أيتها الحرية، فإن بمقدور غير الفرنسي أيضا أن يتساءل عن عدد الجرائم التي اقترفت باسم الديمقراطية بعد أن أعيد تعريفها وبالتالي تدجينها وتحويلها إلى مجرد حجر كريم أو أيقونة. والديمقراطية لا تقبل ترجمة وبالتالي إعادة الإنتاج ليتم التلويح بها كفزاعة عندما يتطلب الأمر. إن لها ثقافة تمتد أكثر من 2000 عام وما تزال تحمل اسمها الإغريقي الأول والبكر، وهو حكم الشعب. وحين تحشر الديمقراطية وثقافتها في قالب سياسي فقط فإن هذا يحرمها من تجليات وأبعاد اجتماعية. وهناك أيضا من يعزلون الديمقراطية والليبرالية وحتى الماركسية عن أنماط الإنتاج السائدة في بلد ما، وكأن هناك وصفة أو نموذجا جاهزا للتصدير ومعفى من ثمن التجربة والمحاولات التي صاحبتها أو مهدت لها. نذكر أن ثقافة الاغتراب واستلاب الوعي في بعض دول العالم الثالث ومنها دول عربية حاولت استنساخ تجارب سياسية واقتصادية بالغة الخصوصية، وهناك من استخدموا مصطلحات مثل البروليتاريا في دول لا يوجد فيها بروليتاري واحد وفق التعريف الدقيق والتاريخي لهذا المصطلح. ويخطئ من يتصور أن الديمقراطية تقبل ما يمكن أن يلائم سواها من حرق المراحل والقفز إلى الأمام، كما أنها أيضا في أكثر الدول ادعاء بممارستها أفرزت عبر صناديق الانتخابات طغاة ومستبدين، ومنهم للمثال فقط سادة الحرب العالمية الثانية. لهذا قال تشرشل عبارته الشهيرة عن الديمقراطية باعتبارها أهون الشرور، وسبقه بزمن طويل جان جاك روسو حين كتب العقد الاجتماعي وتحدث عن اغتراب الإنسان عن نفسه وصوته معا بضعة أعوام يكون خلالها بلا حول ولا قوة. الديمقراطية ليست قبعة أو طربوشا وليست إيقونة أو حجرا كريما، بل هي ثقافة مبثوثة في النسيج الاجتماعي كله، ويبدأ التأهيل بها من روضة الأطفال حتى النهاية. أبرز صور اليوم التقطتها عدسات مصوري ديلي تيليغراف، ننقلها لكم بجولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.